أول أيام كان صراع، صراع دموي غرقني في بحر من الأفكار المتناقضة. ممكن ما عنداش حتى سورس، ممكن بحر برشا ما خرج منه، مش باش يخرجوا منه. أريم بفتح الله 19 نعم، أنا كافر وفاسق عند المديني، متشدد عندي اللي يقولوا على رواحهم أوبن مايندد. أوبن مايندد مفوحين برشا تمييز وعنصري. مشكلتي كانت ديما مع التعصب اللي مهيمن على المجتمع، التعصب اللي بوسيلة أو بأخرى باش تكتسبه وانتي صغير. كل فئة عندها رأي مختلف، وترى أن البقية جهلة مش فاهمين الدنيا. أنا لقيت روحي بين الكل، بين المتحررين، المتدينين، العلمانيين، وعندي مشكلة ما نتصورش كانت تتحل مع القيم الاجتماعية الجميلة اللي رجعت مفهوم العبودية للوجود مع تغيير شكلها من المادي للفكري. نلقى روحي في صراع ذاتي لا يقام مع الصراع مع جميع البر. نسأل في روحي أنا شنو، أنا تابع شكون، عندي الحق، إيش معناها في أخلاقي، وكيفاش نجم نعمل حاجة وإنها راضية على روحي. أنا سكيزوفرين لازم يعدي؟ لا، وقتها فقت على روحي ما لازمنيش مش نعدي، مانيش مجبور نتبع البحور، حتى من البحور الشعرية كسرت لها كريمها وباقي نخرج في حاجة مزيان. مش كل موجة رايضة وهادية نهايتها خير ورياض، يمكن هاكي تكون ثنية الموت، انك تولي روبو يطبق وما يخممش. انا اخترت نلعب بين الامواج، نعيش بالمنطق مهما كانت الموج اللي باش نكون فيها. ما نحبش نغرق.